للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من الجزائر مراسل التلفزيون المصرية منذر أبو دوح. أهلا بك منذر. أجندة لم شمل كما يطلق على القمة العربية في نسختها 31، ما التفاصيل وأيضا الأجواء حتى اللحظة؟ تحياتي إليك بداية ولكم أعزائي المشاهدين. بالفعل لم الشمل العربي، هذا المصطلح أو هذا الاسم الذي أطلقته الحكومة الجزائرية على القمة العربية، فيها توحيد للرؤى لعدد من القضايا العربية والتحديات التي تواجه المنطقة العربية في المرحلة الأخيرة، خاصة وأنها تأتي بعد 3 أعوام من الانقطاع بسبب جائحة كورونا. لذا صعبت التحديات في المرحلة الأخيرة بعد هذه 3 سنوات، مما استدعى توحيد الرؤى بين الدول العربية في العديد من القضايا، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي، وبداية الأزمة الروسية الأوكرانية والتي قد بظلالها على المنطقة العربية على مختلف الأصعدة سواء السياسية أو الاقتصادية، وكذلك توحيد الرؤى تجاه الأزمات الأمن القومية العربي في مختلف توجهاته، وخاصة أن المرحلة الأخيرة تشهد تدخلات خارجية في عدد من القضايا العربية سواء على المستوى الليبي وكذلك الإيراني، مما استدعى الدول العربية تجاه هذه القضايا. بطبيعة الحال ستكون هذه أهم الملفات المطروحة على طاولة اجتماعات رؤساء الدول العربية والتي تشارك في هذه القمة، والتي تبدأ فيها الساعة 6 وفقا للتوقيت الجزائري، والتي تتحدث من خلال ما يقارب من 13 قائد عربي يشارك في هذه القمة، والباقي ممثلين للحكومات الدول العربية. بطبيعة الحال قد أدلى السيد حسام زكي الأمين العام المساعد للجامعة العربية بتصريح حول أن هناك توافق كامل من قبل وزراء الخارجية العرب بخصوص القضايا العربية، ولا يوجد أي خلافات بين وزراء الخارجية العرب تجاه هذه القضايا، سواء قضايا الأمن القومي العربي وكذلك التحديات الاقتصادية التي تلم بالمنطقة العربية. وهذا إن كان سيدل على أن رؤساء الدول العربية في القمة سيكون هناك توافق كامل ونية واضحة وصريحة بإنجاح هذه القمة العربية، سواء في دعم القضايا العربية المختلفة أو توحيد الرؤى وتحركات الدول العربية في اتجاه هذه القضايا. بطبيعة الحال وعلى رأس هذه القضايا القضية الفلسطينية، والتي تعتبر القضية الأم بالنسبة للمجتمعات العربية، وتوحيد تحركات الدول العربية في المرحلة القادمة لوقف التعنت الإسرائيلي تجاه القضية الفلسطينية، وكذلك التأكيد على أن القدس عربية وهي عاصمة دولة فلسطين. نعم، إذن قمة تأتي في توقيتها وفي أجندتها الدسمة مختلف من القضايا، بالتأكيد سنتابع معك بالتفاصيل منذر أبو دوح مراسل التلفزيون المصري، شكرا جزيلا لك.